فعالية بتضم ذوي شهداء وجرحى الحرب. نحن الشباب اللي ما حبينا نطلع برات بلدنا، نحن الشباب اللي تكاتفنا، نحن الشباب اللي حابين سوريا ترجع مثل الأول. انتم شايفين أزمة 10 سنين 11 سنة، شو صار فينا؟ رجعنا لمينا بعض، نحن السوريين أكيد نحن إيد بإيد لنعمر بلدنا. بنرفض أكيد نحن نموت، بنرفض الذل، بنرفض الهوان، بنرفض إنه نحن برا أكيد يكونوا هن مسيطرين علينا. أكيد نحن دائما مع بعض، السوريين كلياتنا إيد واحدة، نحن حنرجع بلدنا، حنعمرها بإذن الله. هاي الدورات هي اللي حاجتها كل الشعب السوري صراحة، من عمر 17 أنت رايح لأكبر عمر موجود بسوريا. نحن اليوم بحاجة نطلع من واقعنا اللي نحن عايشينه. اليوم الواقع اللي عايشينه كله عم يحكي بأزمة وغلق، بس لكن اليوم في شيء أهم من هذا الشيء. أنت كإنسان سوري ابني حالك، رجع اطلع من واقعك اللي أنت عايشه بأفكارك بحياتك كلها. اليوم أنت قادر تعمل كل شيء. نحن الإنسان السوري معروف أنه هو إنسان جبار قادر يتكيف مع كل الظروف، بس لكن اليوم بحاجة حدا يفيقه لهذا الشخص. اليوم أنا كدوري كمدرب تنمية بشرية أنا اليوم عم بعطيه هذا الدور الكبير، أنه أنت تعال وشوف أنت قادر تطلع من ذاتك. اليوم خلقنا رب العالمين أنه نحن قادرين نعمل كل شيء، أعطانا ميزة العقل، أعطانا ميزة التفكير السليم، ما قلنا روحوا تشاءموا، قلنا تفائلوا. فبالتالي أنا اليوم لازم أزرع البسمة والتفاؤل والإيجابية بالحياة السورية من خلال هذا العمل اللي أنا عم أعطيه دورة تنمية بشرية، بالإضافة لفرصة عمل كبيرة يغير حياته ماديا. حققنا كثير خدمات للناس بكافة فئات المجتمع، دورة تنمية بشرية، طاقة، معلومة، بالإضافة لفرص عمل، فكنا كثير فعالين، وصلنا لكل بيت سوري بكل معنى الكلمة، وعم نسعى للعالمية بإذن رب العالمين لحتى ما يضل ولا شخص بالجمهورية العربية السورية عم بيقول أنا بحاجة. فعم نحاول نحن نوصل كل الناس للراحة المادية لحتى نرقى وننهض، ترجع سوريا أجمل ما كانت قبل الأزمة. أهداف هاي الشركة جدا سامية، هي الأهداف منها رفع مستوى المعيشة، المساهمة برفع الاقتصاد الوطني بهذا البلد، والحد من البطالة. نحن صرنا مئات الألوف بسوريا، وبإذن الله تعالى العمل فايت على كل بيت سوري، ورح نحقق نجاحات كتير كبيرة، وإن شاء الله كل شخص سوري بيكون معنا بهذا العمل، كل طفل وكل شخص وكل جريح. نحن بندعم الليرة السورية، بندعم أسر الشهداء، ذوي الشهداء طبعا وجرحى الحرب، كمان بنقدم لهم فرص عمل، بنقدم لهم دورات تنمية بشرية لحتى يطوروا من ذاتهم ويستفيدوا ماديا ومعنويا من هذا العمل. شيء كتير حلو بهالأزمة اللي نحن كنا فيها، وهي الأزمة أخذت مني كتير شغلات بصراحة. يعني أنا عندي شهيد، أخذت مني بيتي، حياتي، أخذت كل شيء، بس هذا العمل رجع لي الأمل، رجع لي الحياة، رجع لي القوة والثقة بالنفس. أكثر شيء حبيته أبو شغلي يعني هالجمعة واللمة الحلوة. نحن بالحرب فقدناها، يعني ابن الدير مع ابن التل مع ابن الكسوي اللي جمعنا صلى صغير يمكن 120 متر عرض القبو عندنا بالصالي، بس سبحان الله ال 120 متر عم ينثر محبة وطاقة وإيجابية لسوريا كلها. نحن المركز السوري أعطانا الطاقة والإيجابية والحمد لله، قدرت غير شيء، صرت أطلع أجي أشوف الناس، تلاقي الغريب عم يساعدني أكثر من القريب. ما بدون مصالح هي أهم نقطة موجودة بهالشغلة، ما في مصالح. حقق حلمي، لحقق هدفي لازم أنت تنجح، يعني لازم نجاحك قبل نجاحي.